لما نزلت الآية قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة رضي الله عنه من تجار الأنصار في المدينة، فقال يا رسول الله أحب إلي بيرحاء فاجعلها فيما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقراب، أقرابك. ففعل. فهذه القصة في راعي ذود قديما وكان في البر ونزل الخير والأمطار مثل هالأيام وربعت الديار وزانت البل وزالت النفسيات وزان كل شيء. ولا عنده ذيك الناقة اللي من خيار البل ومن أزينها ومن أهداها وتحلب حليب تملأ الطاسة الكبيرة وعليها بكرة طيبة وليلة جار فقير، قال يا رب إنك تعلم وهذه الآية اللي نزلت إن أحب ما أملك إن هذه الناقة فهي بتصدقها على جارنا الفقير. فعطاها جاره فأغنتها الفقير هو وعياله وبدوا فترة من الزمن وهم على هال يتغذون على هالناقة. أراد الله توفى هالرجل، ولما توفى جو بعد اليوم الثالث وطلبوا الناقة من عند جارهم ذا أولاده، قالوا أبونا توفى وحن نبي ندخلها في التركة. عتب عليهم قال وراكم ما علمتوني بالوالد أنه توفى، أصلي عليه ونعزيكم وكذا، خذوها بس أبغى منكم وش علومه. قال والله راح يبحث للماء في المكان الفلاني ودخل في سراديب ولا زاد استطاع ان يطلع، مات. واليوم له فترة، قال خذوا ناقتكم بس دلوني على الموقع. وراح وبطريقته بحث داخل هالكهوف وجده، واللي حط يده على مخرج النفس ولقاه باقي يتنفس، شله وعالجه وجابه للبيت ورد الله فيه الحياة. وقال بس علمني كيف لك 7 أيام وانت. قال أما الخمسة الأيام الأولى فكان يجيني قدح من حليب وله طعم حليب الناقة اللي هديتها لك، لكن اليومين الأخيرة ما زاد جاتني بعد ما سحبوها. ولذلك كنت نموت. قال سبحان الله، والله إلا أنا يومين من أيمر ترجعوا الناقة عيالك والحمد لله اللي عطاك طولة في العمر ورجع ورجعوا التركة مما على أبوهم. فالصدقة تدفع ميت السوء، تدفع وتجدها في الآخرة وتجدها في أموالك وتجدها في نفسك وتجدها في كل شيء. فلا تبخلوا على أنفسكم، لا تبخلوا بالصدقة. والله إن من أول كنا ندور للي نعطيه الصدقة أحيانا معك ريالات تستحي إنك تقدمها أو هلل أو شيء، الآن عندك الوقف الخيري ارم فيه كل شهر، لا تنسى نفسك لو بالهلل الزايد لو بالريالات، ما هو بشرط إنك تصل السهم 1.50 أو كذا، عط وما تقدموا من أنفسكم من خير تجدوا هذا وزايدها سلامة الجميع. جزاك الله خير، الله يسعدك. إليك إليك واقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي.